اهلا بيكم. اهلا بيك. شكرا ان انتم مستضيفينا هنا. تحت امرك، نورتينا. انت استاذ ايمن روماني؟ ايمن الشاب ابن اخو روماني رمزي. ابن اخو اللي هو اللي عمل المائده دي من زمان قوي. من 17 سنه. من 17 سنه. 17 سنه. وحضرتك يا شيف محمد بقالك كم سنه معاهم؟ انا شغال مع المعلم روماني ليا 9 سنين في المائده. 9 سنين. جيت في جيت واحد قبل مني ومشي وبعد تاني. طيب ناس كثيره بتعمل مائده الرحمن. سبب ما احنا بنسجل معاكم ان روماني عجايبي اللي عامل مائده الرحمن في رمضان. وان انتوا بقالكم كتير قوي بتعملوا المائده ده. ليه بتعملوا المائده؟ كل سنه دي ماشيه معاه. وغير مائده الرحمن كل سنه في رمضان بيبقى برضه يوم الجمعه بيوزع لوجه الله. عندهم يقول مسلم ولا مصراني كله بيبقى على المائده. هتشوف شويه سعادتك مسلم مصراني كله سواسيه. وانت انا هذا ليا 9 سنين معاه. بيعاملني كانه واحد زيه على طول. وانت زيك زي يا محمد. ما عندوش فرق بين ده ما بين ده. فهو بيعمل الحاجه دي لله. هل ده انت محببك في الشغل معاهم اكتر؟ محببني اكتر. انا الاول كنت اشتغل الافراح والليالي بس. من سنه ما استلمت معاهم مع ذلك في عدد يعني جابها لي هو برضه وفي عدد برضه كانت ما لهاش لازمه عندي اشتراها زي الحلل الكبيره دي. محتاجينها عشان محتاجينها للشغل. خدها هو برضه موبيلها ادتها له بفلوسها برضه وقعدت عندي. كده انا استغنيت عن الشغل بره نهائي. فانت شايف معاهم كده؟ معاه كده شهر رمضان وغير شهر رمضان برضه بيبقى خميس واحد شغل العمال غدا وجبات غدا. بيوزع على العمال. بيوزع للعمال والحبايب والرايح واللي جاي والمحبين كلها يعني. وانت يا ايمن في عاد في غير شهر رمضان ده يعني انت واقف في المطبخ ولابس شيف انت بتفهم في الاكل يعني انت عاده ليك دعوه في الطبيخ؟ لا احنا بنقف في شهر رمضان بس دي كل سنه لكن كده انا ليه الشغل بتاعي تحت. بتشتغل يعني ايه؟ بشتغل مع عمي تحت. ماسك معاه في الشركه هنا في الثلاجه في الحاجات دي. لكن في شهر رمضان انت بتقف. انا هنا واقف معاهم كل سنه لان وقفتك وانا شايفاك يا محمد لما جايك يخش جوه ما اعرفش مين عامل ايه شايفاك داري كان المطبخ ده. انا في شهر رمضان كله من الصبح لحد ما نخلص حتى بالليل بنجهز الاكل وكده بنجيب بنروح نشتري طلبات الرز كل حاجه بتيجي من بالليل. طب بقول لك ايه انتوا بتطلعوا كام وجبه تقريبا؟ بنطلع حدود 900 وجبه. 900 وجبة. منهم كام وجبة يا شيف محمد تفرشوهم على المائدة تحت؟ 900 دي خوارج. كله اللي بتطلعه دي خوارج اللي بيتلف في الفوم ده. العلب دي اللي هي العلب دي بتروح المستشفيات للزوار للموظفين في المستشفيات اللي هم بتوع الأمن بتوع النظافة للزوار اللي هم بره. والحاجات دي يا شيف محمد أو يا أيمن بتعملوها مثلا الشركات دي أو المستشفيات بتشتريها منكم ولا ده برضه؟ لا لا لوجه الله. لوجه الله مفيش حد بيشتري حاجة. 70 وجبة المستشفى 100 وجبة المستشفى في الأمراض وفي بتاع الأمن وفي اللي رايح وفي اللي عبر طريق وفي اللي عبر السبيل. غير المائدة اللي تحت. غير المائدة اللي تحت بتبقى برضه رايح واللي جاي يقعد واللي معدي واللي جاي يزيد أكل بعد الفطرة برضه في ناس بتبقى غلابة برضه كتير لوجه الله. معاكيش يا عم ايمن ايه تديله يا عم ايه تديله يعني انت بتقعد واقف يا ايمن تحت بعد يقف لغايه ما احنا نخلص بعد ما تخلص. استعداداتك لرمضان يعني انت عشان تطبخ لكل 900 وجبه في اليوم بتشتروا ايه؟ رز مكرونه. انا بكتب الطلبيه. انا بكتبها لعم انا باخد الطلبيه من الشيف محمد. من محمد بكتب لي محتاج ايه؟ كل اللي محتاجه عايز 5 طن رز. 5 طن رز؟ 5 طن رز. يوماتي انا بستهلك 70 كيلو رز 10 7 شكاير في 10 كيلو. نخلف النهارده رز بكره رز بعد كده نعمل مكرونه 4 كراتين كرتونه في 12 كيس. انت بتشتري بقى الحاجات دي بكتبها لهم انا طلبيه. تشتري جمله بقى؟ جمله نكتب مثلا معانا 15 كرتون الزيت 20 علبه كرتون الصلصه نجي في نص رمضان او في اخر رمضان النواقص نجيبوه. بلح بيهلك معاك بيهلك معاك يا ايمن ولا بيقول لك الكميات مظبوطه؟ لا ولا كل شويه يقول لك يا استاذ ايمن عجز معانا الزيت عجز معانا الصلصه؟ لا 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 ده النهارده كام سنه فيها الشغل دي مرمطنا فيها يعني مش النهارده ولا امبارح. فانت شايف عارف حسابات. الحمد لله احنا طلعنا من بدايتها. طلعت من بدايتها. وانت يا ايمن بتحس ان الاكل يعني قول لي مثلا بتحط ايه جوه يعني الوجبه شكلها ايه؟ الوجبه كامله متكامله. ها رز خضار ها بلح وراك وريني ده تسلقوه تعملوه خشاف يعني ولا ده بتبله بس؟ لا ده بيتنيخ من بالليل بس بس الحلو بياخد السكر ويتنيخ بتبله. اعمل وجبه ابو حسن وريني يا عم حسن. بص يا ست الكل كده اهو ده الرز اهو يبدا معانا الرز عادي الوجبه ما شاء الله الله اكبر. نديها يا باميه واحده بتبقى ماشيه كده وواحده بطاطس واحده كده وواحده بطاطس. انت طابخ ايه النهارده؟ النهارده باميه وبطاطس اخضر واحمر. باميه وبطاطس نرجع بقى هنا نديها 3 بلحات اللي هم السنه
تحطهم مثلا جنب الرز او جنب البطاطا. نجي النايب بقى جاي كده. عندك بقى يا فراخ يا النهارده فراخ يا لحمه، يوم فراخ ويوم لحمه. بس النهارده يوم الفراخ يعني. حلو قوي. اهو. المعالق فين عمي مكت هنا؟ الغطا بتاعه. والله في منتهى الشياكة. اهو كده دي وجبه. ايوه. تتغلى. بس احنا بس ما حطيناش البطاطس. لا ما احنا بنعمل واحده كده وواحده كده. اه بتحط في وجبه باميه ووجبه بطاطس. انا لو حطيت الصنفين دول هلغي البلح، البلح ده سنه ما ينفعش تلغي. لا صح. دول بيبقوا الصنفين ثلاث اصناف بيبقوا على السفره. بيبقى احمر واخضر والرز والبلح والخضار. مسيطر والمخلل الحمد لله. والمخلل وبدعي برضه العم رمضان ربنا يزيده ويبارك يعني ويديله الصحه والعافيه. موسع علينا وعلى الناس كلها. مين اللي بيعمل حسابات الحاجات دي رايحه فين؟ يعني مين اللي بيعمل الدراسه للي مثلا البيت ده اولى بده، المستشفى دي محتاجين، مين اللي بيعمل لك الكلام؟ احنا كنا في ايام الكورونا كانت الناس بتيجي تاخد وجباتها هنا. كل واحد وفي وجبات كان في ناس مثلا زي الجمعيات تبع الجمعيات وكده كانت تقول لنا بكشف ان الناس دي هيقولكوا اشمعنى يقولكوا انتوا؟ ما عشان عارفين ان احنا كل معروفين. سنه بنعمل. فاحنا كنا بنودع لهيئه الكشوفات دي اللي جايه لنا من الجمعيات وجايه لنا من كده. غير كده كنا بعد كده بنودي للعمال بتوع المستشفى بتوع الامن بتوع النظافه برضه دي معانا لسته من زمان باسمائهم. طب بقول لك ايه؟ غير موضوع رمضان ده ما عندكوش مثلا فقراء المسيحيين في الكنيسه؟ معانا كشوفات برضه. معاكوا كشوفات؟ كشوفات. فشغالين طول السنه. مسيحيين ومسلمين استاذ رمضان. بتطبخ لهم يا شيف محمد ولا ما بتطبخ لهم؟ اكل جاف. اكل جاف. لا لل غير رمضان مش حد بس. غير رمضان ده. اكل جاف، معلبات، حاجات زي كده. الاستاذ رماني هنا. معانا بشوي ابن الاستاذ رماني. معانا كشف بنعمل فيه حاجات جافه اللي بيبقى سكر وزيت ورز بيبقى فيه كرتونه يروحوا كدا. بقى مثلا يروح للجمعيات للايتام تستاهلها. غير رمضان يعني غير رمضان يعني في العيد بتاع رمضان في علب كده بتتعمل بيبقى فيها رز وزيت ومكرونه وفيها لحمه او فيها وراك بتتوزع ومش يعني في العيدين مسيحيين ومسلمين. حاسس ان الشغل حلو عشان انتوا خيرين كده. الشغل حلو كفايه دعوة الناس. ميرسي يا ايمن قوي قوي قوي. ميرسي يا شيف محمد. احنا متعودين دايما ان احنا بقى في البرنامج بنسيب الذكرى للناس عشان يفتكرونا بنرسم بورتريه. فنان زميلنا استاذ عبد الله بيرسم بورتريه. قررنا ان احنا نعمله المره دي الاستاذ روماني. هو مش موجود معانا بس انت بتقول ان هو خير وجميل ومحترم. شكرا خالص خالص. فنحب ان شاء الله يا رب تعجبه. شكرا. ميرسي جدا جدا. شرفتوني. مع السلامه. الناس بتيجي وتتلاقى مسلم مسيحي الاثنين مصر. تلقى القلوب المشتاقه متجمعين من بعد العصر. في مصر تلقى الناس للناس رغم انه حال على قد الايد ياخد ثواب افطار صايم ويجيبوا العيال لبس العيد. وهي دي مصر يا سيدي حافظها ربنا وصينها. مسلم حمى كنيسة جاره ومسيحي فطر صايمنها.